السلام عليكم متتبعي قناة شاف هاشم سكينة، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وعواشر مباركة. جيت نبارطاجي معكم في هاد لا فيديو 6 ديال الحشوات ديال المالح، حشوات مختلفة مذاقات مختلفة وغريبة شوية تحت الطلب ديالكم. طلبتوا مني بزاف وصفات رمضان، ان شاء الله غادي نحاول نبقى نبارطاجي معكم الاشكال ديال لي سالي. كل مره نعطيكم شكيل ولا جوج ديال لي سالي. هنايا في هاد لا فيديو بارطاجيت معكم الحشوات. كانت عندي كوموند ديال المالح ديال الورقه، سيجار بريوات وداكشي، فبارطاجيت معكم هنايا غير العمارات، والاختيار غيبقى لكم. غنبداو باول حشوه هذه ديال الكفته، كفته ديال الغنمي. غادي ناخذ هنا عندي البصله وجوج ديال البصلات كبارين مشردين. انا هنا دايره الفيديو بشكل مسرع باش ما نطولش عليكم، لان استديو الحشوات ملي مونطيت الفيديو جاني طويل بزاف، فاضطريت انني نزيد في لافيتاس. صافي هنايا غادي ندير جوج ديال البصلات، غنشحرهم بالزيت الروميه، غادي نزيد لهم الكفته. هنا عندي الكفته تقريبا واحد 300 غرام ديال الكفته ديال الغنمي، غادي نزيد لها القزبر ومعدنوس ونشحر داكشي كامل. من بعد غادي نزيد العطريه، عندي هنايا الملح. بالنسبه للعطريه غادي ندير العطريه كامله، الملح الخرقوم بلدي البزار والتحميره والسكينجبير. غادي نشحرو في الاول بالزيت، غنزيد الكفته قزبر ومعدنوس والعطريه، عندي الملح البزار السكينجبير الخرقوم والتحميره. صافي غادي ندير العطريه. هنا تقريبا كندير نص معلقه من كل شيء، والملح حسب الذوق. من بعد غادي نزيد لهم عندي هنا جوج ديال الدنجالات مشويين منقيين ومقطعين مربعات، غادي نزيدهم على الخليط حتى كطيب ليا الكفته، ونزيد داك الدنجال ونزيد رشه واحده اخرى ديال القزبر ومعدنوس. غادي نشحر واحد 3 ديال الدقائق هكاك، وها هي الحشوه ديالي واجده بنينه، مذاق غريب وبنين بزاف. داك الخليط ما بين الكفته والدنجال المشوي كيجي خطير. دابا غادي ندوزو للحشوه الثانيه اللي هي هذه، فيها 3 ديال المكونات. غادي ناخذ عندي القرعه خضراء محكوكه طويله، غادي نشحر بالزيت، دائما الزيت هو الاول نشحر به. غادي ندير الزيت الروميه، من بعد غادي نزيد عندي هنايا الزبده، غادي ندير كميه كثيره ديال الزبده، تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار الزبده في نص كيلو ديال القرعه. هنا عندي نص كيلو ديال القرعه محكوكه، غنشحرها بالزيت والزبده. ضروري من انكم ديروا الزبده حيت كتعطيها واحد البنه خطيره. صافي غادي نبدا نشحر في ديك القرعه ديالي حتى تطيح مزيان، طيح يعني طيح تولي مدايره معلكه، ما تبقاش تبان راه قرعه، حيت هي بصح في الافاقس ما كتبانش بلي كتاكلي القرعه. صافي هنا من بعد ما طاحت ليا القرعه غادي نزيد ليها رشيشه ديال الملح حسب الذوق. غادي نشحر المكونات كامله، هنا ما غندير حتى شي حاجه من غير الملح، غير الملح فقط حتى تطيح ليا القرعه، ونزيد رشيشه ديال الملح. غادي نزيد هنا عندي البيض مسلوق ومحكوك، عندي هنا 6 ديال البيضات، نص كيلو ديال القرعه خضراء معاه 6 ديال البيضات مسلوقين بحجم كبير، وغادي نزيد لهم 6 ديال الوريقات ديال الفرماج ساندويش الشيدار. تقدروا ديروا غير العادي ولكن الشيدار تيكون بنين. غادي نزيد داك الفرماج ساندويش على داك البيض وعلى ديك القرعه، غادي نخلط هكاك المده ديال واحد 5 ديال الدقائق حتى يذوب داك الفرماج ساندويش، يبان لك دايب ما يبقاش يبان في العماره. صافي ونحيدها من فوق المقله، يعني ما خاصك داك الفرماج راه دغيا كيذوب بالسخونيه، ماشي ضروري يعني 5 دقائق. اون فوا يبان لك الفرماج داب صافي حيديها، وها هي لافاغس واجده. هادي حتى هي خطيره، هاد العمارات اللي عطيتكم كاملين ديال الورقه، يعني من الاحسن تعمروهم في الورقه. دابا غندوز للعماره الثالثه واللي هي ازياتيك. غادي ندير لكم ازياتيك بلا لي صوص، حيت انا حاطه وصفه ديال الازياتيك ولكن فيها لي صوص، هنا ما دايرهش فيها لي صوص. غادي ناخذ عندي هنا الخيزو وليشو، خيزو محكوك طويل وليشو مقطع هكا مقطع طويل ورقيق. هنا بالنسبه للكميه درت 3 ديال الخيزوات كبار مع الربع ديال ليشو كبيره، ليشو وحده كبيره الربع ديالها. غندير الزيت ونشحر داكشي غير شويه ماشي بزاف، ما نخليهش حتى يطيح. غادي نزيد ليه صوص ديال الصوجه الثقيله، حيت كاينه خفيفه وكاينه الثقيله،
غادي الصوص ديال الصوجة تقيلة، غندير كمية كثيرة تقريبا واحد جوج حتى ثلاثة ديال المعالق ديال الصوص ديال الصوجة. من بعد غادي نزيد ليها عندي الثومة، معلقة ديال الثومة. انا هنا المعلقة كنقول معلقة لان الثومة كيف قلت لكم تنطحنها كنخليها بحال شكل ديال بوماط وكنبقى نهز منها، يعني كمية كثيرة ديال الثومة. من بعد غادي نزيد هنايا عندي الصلصة الحارة، سواء هريسة سواء اي صوص عندكم حارة. وغادي نزيد اخر حاجة اللي هي العسل، تقدروا ديروا العسل، تقدروا ديروا السنيدة اللي بغيتوا. المهم هاد المكونات هادو بربعة، عندك صوص الصوجة، الهريسة، الثومة والعسل، هاد الربعة واحد المذاق ميمكنش، خطير بزاف. تقدروا تستغناو على دوك لي صوص اللي شاركت معكم في الوصفة ديال لازيتيك، لانه ولا الثمن ديالهم غالي، ماشي في استطاعة اي واحد ياخدهم. فحاولت انني نخرج نفس النكهة ولكن بلا لي صوص. بصراحة وصلت لواحد النكهة احسن، انا ملي دقشوهم جاتني النكهة ديالهم احسن من انك ديري لي صوص. بيان سور بلي صوص راه بنان، ولكن راه شوية غاليين، ماشي شوية غاليين بزاف، لي صوص ولاو غاليين دابا مع هاد الزيادة. داكشي علاش درت هاد المزيج هذا، وفريمون عطى واحد لوغو خطير. هاد ربعة ديال المكونات اساسية عندك هنا، ولا لاحظتوا انا ما درتش الملح البنات لانه الصلصه ديال الصوجة راه مالحه ودرتها بكميه كثيره. صافي غادي نشحر داكشي، وها هي لافاكس ازياتيك واجده بنينه واعره، كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا. دابا غادي ندوز لافاكس الرابعه ديال الدجاج والفرماج بواحد الطريقه ثانيه غزاله وسريعه. غادي ناخذ عندي هنا الصدر ديال الدجاج مقطع مربعات صغيره، ممكن ما قطعناهش في الاخر، كلشي غيتميكسا. غادي نشحروا هنايا الصدر، شحرته بصوص الصوجه والثومه، ولكن ديك اللقطه ما تصوراتش ليا. غادي نشحر الصدر ديال الدجاج بصوص الصوجه مليحه والثومه. غادي ناخذ هنايا عندي الميكسور، غادي ندير فيه 6 ديال البيضات مسلوقين مع 6 ديال الفرماجات متلتين، وغادي نزيد عليهم داك الدجاج. شوفوا الدجاج ديالي اللون ديالو، حيتاش طيبته بصوص الصوجه، درت تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال صوص الصوجه، قريصه ديال الملح ومعلقه ديال الثومه مطحونه، شحرتهم به. وغادي نطحن كلشي، الدجاج اللي طيبت مع البيض مسلوق مع الفرماج متلت. عندي تقريبا واحد 400 غرام ديال الصدر ديال الدجاج، درت معاها 6 ديال البيضات في 6 ديال الفرماجات. غادي نميكسي كلشي، وها هي لافاكس واجده، واحد البنه ما مفهوماش بصح، واعره بزاف. وكيف شفتوا راه ما فيهاش بزاف المكونات، 3 عندك الصدر والبيض والفرماج، وها هي لافاكس واجده بنينه بزاف. هذه البنات واعره واعره. صافي دابا غادي ندوز لافاكس الخامسه. دابا الخامسه درنا ديال الدجاج حلو، درت فيها واحد المذاق بحال ديال البسطيله حلوه، ولكن الطريقه سهله بزاف. غادي ناخذ هنا عندي جوج ديال البصلات، هنا طحنتهم في البلندر. غادي نشحرهم بشويه ديال الزيت الروميه، هنا بغيتو الا ما كانش البلندر تقدروا تشلضوها رقيقه، انا ملي طحنتها ما خدات ليش وقت بزاف في الطياب، دغيا طابت. صافي غادي ندير ديك البصيله تشحر غير شويه، وغادي نزيد لها هنا عندي الصدر ديال الدجاج، درت تقريبا 600 غرام، يعني فايتان 6 كيلو ديال الصدر، جوج ديال البصلات في 600 غرام ديال الصدر ديال الدجاج مقطع مربعات صغيره، هنا خصو يكون مقطع مربعات لانه ما غاديش يتطحن. صافي غادي ندير داك الدجاج ديالي، غادي نشحر واحد شويه، وغادي نبدا نزيد في العطريه. بالنسبه للعطريه درت هنا عندي الخرقوم بلدي، داك الخرقوم عواد مطحون، غندير نفس العطريه ديال اللي كنديروا البسطيله ديال الدجاج، يعني الملح، الخرقوم البلدي، سكينجبير، البزار والقرفه. القرفه هنا سواء ديروها عود سواء بودر، من الاحسن بودر باش كتعطينا داك اللون قهوي في داك لافاكس، تجي قهويه، يجي يبان داك اللون ديال الحلوه. غادي نعاود معكم هنا العطريه، الملح، البزار، سكينجبير، الملح، البزار، سكينجبير، الخرقوم بلدي، القرفه وسنيده. غادي نزيد واحد 5 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده، نخلط كل شيء
وغادي نزيد لي في الاخر عندي جوج ديال الضامات ديال الزعفران جوج باش يعطيني داك اللبين صفر. صافي غادي نخلط دوك المكونات كاملين وغادي نخلي داكشي فوق المقلاة هو كيطيب وانا يعني مره كنحرك فيه ما نغفلش على التحرك لان درت سنيده الحلاوه غتلصق لينا داكشي فمره نحركوها. من بعد غادي نزيد لها عندي اللوز. هنا اللوز انا عندي كراميليزي ومهرمش يعني تقدروا ديروه كراميليزي تهرمشوه ولا تحمروه في الفران وتهرمشوه بالقشور ديالو ما مسلوق ما مقلي ما حتى شي حاجه. يا اما غادي تاخديه تحمريه في الفران ولا غتكراميليزي. انا ديجا كان عندي كراميليزي في الثلاجه غير طحنته هكا هرمشته ماشي بودر هو عاوتاني ما كيعطيكش بودر داك الكراميليزي ملي كطحنيه كيولي بخاليني. انا هنا خليته درته مهرمش ما طحنتوش بزاف. تا غادي طيب لي الدجاج ديالي وغادي نزيد اللوز كراميليزي غنخلط واحد شويه مده 5 دقائق ونحيد لافارس من فوق البوطه وها هي واجده كتجي واعره بزاف حلوه معلكه خطيره. هادي الناس اللي كيبغيو الحلاوه. دابا غادي ندوزو لافارس السادسه والاخره. غادي ناخذ عندي هنايا البصله خديت بصله وحده كبيره قطعتها ايمانسي هكا شرائح رقاقين. غادي نشحرها بالزيت الروميه دائما الزيت الروميه هي الاولى. غادي نشحر ديك البصله ديالي حتى غادي حتى طيب شويه ما غاديش نخليها يعني ماشي طيح بزاف غير شويه تبان لك طاحت البصله. وغادي تزيدي عليها نديروها بالكبده. هذه غنديرها بالكبده غير ديال الدجاج تقدروا ديروا ديال الدجاج ديال بيبي وحتى ديال الغنمي الا بغيتو. واخا ديال الغنمي راه غاليه وانايا هنا بارطاجيت معكم حشوات اللي هي اقتصاديه فلا درت الكبده ديال الغنمي ما تبقاش اقتصاديه. درت هنا ديال الدجاج تقدروا ديروا طلاداند حتى هي عتي راه والله الا كتبان فحال ديال الغنمي. غادي نزيد هنا عندي معلقه ديال السمن وغادي نزيد الكبده تقريبا عندي واحد الرابعه ديال الكبده ديال الدجاج مغسوله بالمليحه والسكنجبير والخل تحيد من الزهوره. غادي نزيد عليها رشيشه ديال الملح غير شويه ما غنقويش الملح حيت درت السمن مالح. غادي نزيد الكمون. هنا الكمون عندي تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الكمون اللي تكون كميه كبيره لان هاد الكبده باش غادي نطيبها. غادي نزيد عاوتاني معلقه اخرى ديال الثومه يعني المكونات الاساسيه السمن الكمون والثومه وواحد الرشيشه ديال السودانيه اختياريه الا كتبغيو الحار الملح السمن الكمون والثومه. غادي نزيد القزبر ومعدنوس نشحر ديك الكبيده ديالي حتى غادي طيب. غادي نطفي عليها البوطه وغادي نزيد هنا عندي لا فيرميسيل طايبه في الماء مبرده ومقطعها هي اخر حاجه تا طيب الكبده ونطفي عليها عاد نزيد لا فيرميسيل. صافي غادي نخلط المكونات ديالي كامله. غادي نزيد واحد الرشيشه في الاخر ديال القزبر ومعدنوس من مورا لا فيرميسيل غادي نزيد حتى القزبر ومعدنوس وها هي لافارس ديالي واجده بنينه عتي بالسمن والكمون والسودانيه خطيره بزاف. تقدروا تستغناو على السودانيه الا ما تتاكلوش الحار ولكن السمن والكمون ضروريين في هاد العماره هذه. وها هما العمارات ديالي واجدين 6 ديال لافارس سهلين في التحضير مذاقاتهم وحده نستيك في وحده واعرين بزاف ما نشكرهمش لكم حتى تجربوهم. كنتمنى انكم تجربوهم تردوا عليا في التعاليق تقولوا لي كيفاش جاوكم. الا بغيتو شي حاجه لرمضان خليوها لي في لي كومونتير قولوا لي شنو تبغيو نصور لكم مثلا في لرمضان ان شاء الله. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم كانت معكم شاف هاشم سكينه. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. فحال ديما ما تنساونيش من لايك تعاليق زوينه ديالكم. السلام عليكم.